الخبر الاولي عدنا عن غيث مروان وناريني بيوتي والتقاهم ويا بعض. فانتشرت هذه الصورة يا حبايب، الغيث مروان ويا ناري بيوتي كانوا ملتقين ويا بعض باحدى البيوت. هذا يعني من الواضح انه غيث مروان وناري بيوتي صاروا يلتقون ويا بعض، ممكن يصورون ويا بعض، او يمكن اكو علاقة حب بيناتهم. فاكتبوني يا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم الموضوع، هل هي علاقة حب او مجرد يصورون ويا بعض، وليش تتوقعوا انهم التقوا بالسر بدون ما يعرفون الناس. ننتقل حاليا الصبا وصل قناتها باليوتيوب لل 500 الف متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب اني اشكركم بالكومنتات على هذا الانجاز. وننتقل حاليا نور ستارز وتاج المتابعين عليها، فالنور نزلت على حسبها بالانستغرام شويه صور نوعا ما ملابسها شويه كان طالعه به جسمها، هذا خلى شويه من الكومنتات انهم يتهجمون عليها انه وين الاسلام واللي يقولوا لها عيب هذه تستر شويه. فهذا صور يا حبايب قدامكم، اكتبوا لها بالكومنتات هل تستحق التهجم او لا. وننتقل حاليا لمريانه غريب والفضيحه اللي انتشرت عليها، فوصلني احد الفيديوهات يا حبايب لحسب ما اتوقع انه هي ويا حبيب اللي هو الشخص اسمه ريان، عنده تقريبا 200 متابع بس على حسابه بالانستغرام. عشان نشر هذا الستوري كان حاطط قلب هو ومريانه، وبنفس الوقت نشر شويه ستوريات كانوا بالمصعد، بعدين اخر شيء ختم ستوريات كانوا قاعدين يرقصون ويا بعض هم بالسياره. صراحه هذه الستوريات كلش غريبه، خاصه انه هذا الشخص ما هو ما سوى تاج لمريانه ولا هو اساسا مسوي فولو، يعني واضح انه يريدون يسوون هذا الشيء بدون ما الناس تعرف عنهم اي شيء، ولكن هو وصل لي الفيديو. وخاصه انه هو حاط قلب بينه وبين مريانه، وحسب ما عرفت يا حبايب هذا ريان هو شخص نوعا ما صايع، يعني نوعا ما شخص قليل ادب، فما ادري صراحه هذا هو حبيبها او مجرد هو صديقه. على كل اكتبوا لها بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع، واكيد طبعا لازم تفجرون اللايكات وتشتركوا بالقناه على هذا الخبر الخرافي. ونختم اخر شيء بياسو يا حبايب، وشنو الرد هذا، هي راح ترجع الفريق فنابولي او لا؟ فيا حبايب بياسو كانت مسويه بث مباشر، وبهذا البث سالوها انه هل راح ترجع الفريق او لا، فهي ردت حاليا راح تكون موضوع سر ولكن ممكن ترجع للفريق، فشوفوا اللقطه يا حبايب. ناوي ترجعين للفريق؟ انت شو رايك؟ هالسؤال نو واي يا الله، اكثر سؤال لك انت رجعتي ولا لسه؟ اكثر سؤال بينسال بكل حياتي، خليها سر. يلا اهم شيء رجعتي. مين قال لك رجعت؟ كيف قررتي انه رجعت؟ كنت تصوري مع وسام او انت؟ مش ضروري فكروا شوي. مثلا انا هلا صورت مع نينا ونصير فريق؟ لا بس لاني كنت بالفريق قبل. ايه عادي خليها السر لك. كوجي شو عم تعمل يا الله؟ اوكي ناني انت شو بتعملي بحياتك؟ بتدرسي بتشتغلي؟ وبس والله هنا وصلت مقطع من مقطع جاكم، لسه تفجرون المقطع بلايكات وباتشاكم في هزيان مقطع من مقطع القصص. مع السلامة.